في برنامج 120 60 الف يوم زين تقدر تقطع الاصوات رجال عندك قصه صالح ليه تقطع اصوات يا اخي كانت قصه انت سلمان عشان كذا انا قطعتها 120 يوم قلتها بغير شارك وين الخبره يا اخي تبيني اعيدها من جديد مشاهد صدع راسه المشاهد ما شاركت انا غلطان اصلا يوم اشارك مع صالح 120 يوم انت بعد يا حمار اسلم 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 يا علي الوكاد هذه قصه سمو المشهوره جدا ولكن احنا بنجيبها باختصار حجر بن عمرو الكندي كان عنده 9 من الابناء واكثر واحد منهم القيس بن حجر الكندي الشاعر المشهور صاحب المعلق نعم اسمه حندج الوكاد ان امرؤ القيس كان ابوه نافيه وسب ان الرجل معاقل الخمر وضايع وما الى طبعا قبل الاسلام فكان زاحف وراعي سوالف فابوه نافيه يعني قال انا انت لامدت انا ما طلبت فيني لب يعني ما جبت حتى اللي هو الديه ما اخذتها فراح الولد ضايع طول عمره الوكاد ان ابوه كان مسؤول عن قبائل اسد ياخذ منهم الخراج السنوي فمرت سنه قبائل اسد ما عنده فما قدروا يعطونه هني غضب عليهم وهجم عليهم هجمه كامله واباد منهم ما ابد واخذ ما اخذ فشروها في النفس يعني كانها صارت عليه فمرت سنه كامله لين ما جمعوا جيشهم وراحوا هجموا على حجر بن عمرو الكندي الامير ابن الملوك ومسكوه وسروه عنده لين ما خلى واحد منهم يشج راسه في نفس الحديدة أو شيء لكن عادة قبل سروا الملوك يعطونهم نفس الظرف أو أن رسالة أخيرة يسلمها رجل ما يعترضونه فكتب رسالة عن الأدر وعن أمانات قبيلته وين راحت وين كانت كلها وقال حق العامل اللي بياخذ الرسالة هذه عطها للابن الوحيد من أبنائي اللي ما يغضب ولا يحزن ولا يصير فيه أي شيء حتى قال لا تجي لولدي صغير أصلا ولدي صغير ما عليه غاسل نيده اللي هو العامل غاسل نيده من الصغير يعني حاط ثمانيه قبل وساحب على اخر واحد وياخذ الورقه هذه ويطلع حق كل واحد فيهم من اول واحد اكبرهم يوم من جاء وصل عنده ويسلمه الورقه ما سلم الورقه اسف علمه بالخبر يوم من علمه بالخبر بدا يحث في وجهه التراب ويمسح ويحزن ويبكي بكي شديد ومر عليهم كلهم سووا تقريبا نفس الامر يعني اللي يحزن اللي يطفش اللي شلون اي لين ما مرض قال يا اخي برا في القسم ابروح لاصغر واحد كان عاد هذا بخيمته وبضياعه وبلهوه يوم من وصل عنده وهو يلعب مع واحد من ربعه هذه لعبته النر تشير عرفتوها فيوم من هو يلعب معاه كان يجي قال له يا امرؤ القيس ترى ابوك قتل فالتفت عليه قال طيب وكمل لعبته مع اخويه انصدم الرجال هذا قال يا اخي معقول هذا صغير يوم من فرغ قال من اللي اقتله قال اقتلوه قبائل اسد اعطاك قبائل اسد اعطاك شيء ما اعطاك شيء قال لي والله اعطاني الظرف هذا يوم نسلمه قرا الظرف بالكامل والامور قال عليكم السلام يعني فقال مقوله شهيره حملني صغيرا وحملني دمه كبير اليوم خمر وقد امر هو الرجال الحين في خمر اليوم خمر يعني في وقد وغدا امر يعني بكره نشوف اي بكره خلاص راح تصير يولد سبحان الله يمر ثاني يوم ويجمع جيشه طبعا هو كان تابع ابوه يعني عامل مع الفرس عرفتم شلون قبل القوه كانت عباره عن الفرس والروم القوه اثنين وهني لهم في اليمن ولهم المهم السالفه طويله وفي التاريخ لكن احنا ناخذ الزبده فقام انت يا امرؤ القيس وجمع جيش امرؤ القيس طبعا له نسابه مع وائل بن ربيعه مع زير سالم مع كليب وما الى ذلك لان حجر كان متزوج اخته فاطمه فكان انت شفت النسب شلون صاير انت هني اي فعمر بن كلثوم يصير له من ام فهم يعني سلاله شجعان وفرسان فاعتزب خواله وتجمع له جيش كبير وهجم على قبائل اسد هجمه يرد فيها الثار ونفس اللي قال له بيه ايوه اللي قتله ابوه فهجم عليهم هجمه شديده جدا فقتل منهم ما قتل يعني تكاد ان القبيله انبادت بالكامل فيوم من انتهى واستانس واللي معاه قالوا يا ولد الامور الحين بخير وخلاص وامر الله مسعه كان يقول لا جهزوا نفسكم وعتادكم للهجمه اللي وراه قال يا ابن الحلال خلاص قال لا الا ان تبيد القبيله هذه انا بقطع نسل القبيله هذه بالكامل اي فقالوا انه يعني هذا فعل من فعل الطيش ولا يفعلها الا رجل صاغر يعني عقله ما هو معه فلذلك احنا ما احنا معك فصار رجال الحاله هني قبائل اسد سوت التجت الى المنذر بن ماسمه هذا كان ماسك في الحيره تابع للفرس فاتجهوا ارسلوا له رساله قال يا ابن الحلال هذا الرجال يبي يقتلنا هو والي او تابع عامل عندكم ومجمع له جيش وبيهجم فيوم قرأ الامر المنذر يعني
يعني شاف بأنه هو المخطئ. فهني جمع جيش كامل وبدأ يهجم على منه أمرؤ القيس، فصار المطارد مطارد الحين اللي أمرؤ القيس. يا ابن الحلال ويتعزوا بخوار، قال يا ابن الحلال أنت نذير شر، إن بقينا معاك مثلنا كلنا، فيا أنك تشوف لك حل ولا أنغبنا. الرجال شوى توجه إلى الروم قبل لا يطلع الروم، أدرع أبوه وفلوسه وموره وحتى في بناته يقولون، وداها إلى رجل اسمه السموال. السموال هذا أي السموال كان عنده حصن في الأبلق في تيماء كبير الحصن، وكان الرجال يعني معروف عنه بالوفاء. فجاء وسلمه الأدرع، قال ترى هي أمانة عندك وسودة لحد يجي خلاص. قال تم، إلا أن يأتي أحد من صلبي ولا هذا يطلبها من عندك، غيره لا تأتي. فهو كان متوجه إلى الروم. من اللي كان معاه؟ بن شمير الغساني، هذا رجال من الغساسنة اللي كانوا متعاملين مع الروم. قوم انت يا ابن شمر الغساني واخذ امرؤ القيس الى الروم. الحين خلاص تحولت الكف، دخل عنده قال يا ابن الحلال القيس الروم، قال انا بجيش بهجم على قبائل اسد اللي هي مدعومه من قبل الفرس. فذاك استانس قال حجه بحاجه، هذا سليل الشيوخ ويهجم باسمي ونسبب الزعزعه ما بينهم، احنا منتصرين، هو خلى يدرك ثار. فسبحان الله راح امرؤ القيس ودخل بجيش هذا الكامل، ما مداه مره ثلاث ايام الا يجي واحد اسمه الطرمح. هذا الطرمح مرسلين قبائل أسد أنه يسبب الفتنة. فدخل عند قيس الروم قال له ترى الرجال هذا له قصيدة غزلية قديمة، هذه القصيدة في بنتك أنت، وعدلها. القصيدة طبعا ما تذكر لكن عدلها أن فيها وصف وما إلى ذلك، وكانت فهني استضاق ونغم. قال يا أخي هذه في بنت؟ قال لي نعم. قال أجل اسمع، هذا الرداء المسموم أخذه وسلمه لامرؤ القيس، رداء لا لبسته يدخل السم بجسمك. فراح انت الطرمح، وطرمح كان يعني من الناس العدائين، يعني رجل سريع والله، يلحق لين ما وصل عندك انت يا امرؤ القيس. قوم عطه الرداء هذا، قال هذه هديه مباركه من قيس الروم عشان انت تطلع بهيبته. فلبسها امرؤ القيس، مر عليه يوم اللي طاح من فرسه. ترى عاده العرب قبل يطيح من فرسه، وخاصه لو كان قائد ولا شيء يمكن حتى ما يولون امر، لكن يوم يشوفه طايح الا مبين عليه اثار السم. فقال اني انا ميت، يعني سبحان الله انقلوه الى اقرب مكان، عجوز كبيره يعني تحاول ان تعالجه ومن كلامه. يوم انقلوه عنده هناك فقالت هذا الرجال موت، فتخيروا له مكان دفن. هي اشروا له هناك اللي يشوف في ارتفاع نفس ارتفاع القبر. قال هذه منو؟ قال هذه بنت قبل كانت ضايعه وماتت عندنا ودفناها. فعاد اللي قال اجارتنا انا غريبان ها هنا وكل قريب للقريب غريب او شيء من هذا القبيل، فادفنوه بالامر هذا. القصه مو هني الحين، يوم اندفن ابن شمر الغساني اللي وصل للروم يدري وين أدرعه وتاريخه وفلوسه وذهبه، عند السموال هذا. فقال يا ولد مدام الرجال مات خليني أروح أخذ، أقول إنه وصاني عليهن وباخذ. فرجع الرجال إلي ما وصل عندك أنت يا منو؟ يا سموال. مرحبا يا سموال، كلمة من الحصن ماله، أنا جاي أخذ أدرع وجاي معاه بجيش، يعني طلاب شر ما هو جاي الحالة. فقال نبي أدرع امرؤ القيس وتاريخ ابوه واغراضه وعطني اياه. قال والله هذا الرجال امني اما انه يكون رجل من صلبه ولا، قال اقول لك عطني اياه، تبيها بطيب ولا بغصب؟ قال لا والله ما جاك مني شيء، الرجال امني عليهن وانا ما راح اعطيه. شوي عشر دقائق حوله لراجع ولدك انت يا منو؟ يا سموال برا القريه برا الحصن هذا، قوم انت يا هذا وامسك. فقال انت يا انك تعطني اياه ولا ترى بذبح ولدك.